الجانب المادي في هذه الزيارة واضح، والجانب الاقتصادي هو أحد أركان هذه الزيارة، ولكن ليس هو الركن الوحيد فيها. هناك ركن سياسي، وهناك بعد عسكري وسياسي واجتماعي لهذه الزيارة. ما يتعلق بالجانب الاقتصادي، فإن المشتركات الاقتصادية بين العراق وإيران كثيرة جدا وعميقة جدا، وهي ليست وليدة اللحظة، ولا تأتي بعد انقطاع، إنما هناك أكثر من 20 سنة من التعامل المشترك، والتوكل العراقي على إيران والتوكل الإيراني على العراق. وبالتالي ما يبحث عنه السيد الرئيس الإيراني بازشكيان واضح. المشكلة فقط تكمن في آلية التبادل المالي في ظل العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني. لذلك نرى هناك أكثر من 14 مذكرة تفاهم خدمية، أغلبها خدمية. بالتالي سيكون عملية تحويل الأموال من العراق إلى إيران، والذي كما يصفها الكثيرون أن العراق هو الرئة الاقتصادية لإيران. فسيكون عملية التحويل أعتقد مبررة وواضحة ومسوغة بمثل هذه المذكرات من التفاهم، وتأتي لإثبات عملية الالتفاف على العقوبات الأمريكية ضد الاقتصاد الإيراني. من جانب العراق سيحصل على خدمات مقابلة من الجانب الإيراني، وكذلك سيكون تعميق للترابط وأهداف المشتركة لانضمام العراق لمحور المقاومة بالشكل الفعلي والاقتصادي الذي تطمح إليه إيران وتعول عليه كثيرا في هذا الجانب. يجب ان لا ننسى ان العراق يقع بين ايران من جهه، وبين سوريا ولبنان اللذان على اتصال مباشر في الحرب الدائره. فوجود العراق كحليف استراتيجي اقتصادي وعسكري وسياسي امر مهم جدا واساسي، وهذا هو الهدف الاساسي من كون هذه الزياره اول زياره يفتتح بها الرئيس الايراني اعماله لدى الدول الخارجية. هناك مؤشر سياسي واضح، وهو عملية تحدي كبيرة جدا تجري من إيران إلى أمريكا في أن تكون أول زيارة للعراق، البلد الذي يمثل مشترك بينه علاقات مشتركة بين العراق وإيران من جهة، وبين العراق وأمريكا من جهة أخرى. وكذلك أن حتى نوع الزيارة وطريقة الاستقبال وطريقة اللقاء، نرى أن اللقاءات حملت مع جهات سياسية وجهات حكومية، ومن ثم نيته إلى السفر إلى كردستان ومن ثم إلى البصرة. هذه كلها رسائل واضحة جدا يقرأها الجانب الأمريكي ويتفهمها، وربما يعمل على مناظرتها.